في الدرس العاشر حنتكلم عن معلومة واحدة هي معقدة ومهمة، اللي هي عيادة تسمية الحقول والجداول في السلكت. يعني أنت لما تعمل سلكت لمجموعة من الحقول attributes، أحيانا تحتاج تغير أسماء الـ attributes دي. نحن بنهاية الدرس ده المفروض نكون عارفين المصطلحات دي، الأوامر دي كلها المفروض تكون مرت عليك وأنت عارفها. لو ما عارف أي واحدة ترجع للدروس السابقة. الآن حنستخدم هذا. أحيانا أنت تعمل استفسار، وأنا ذكرت الكلام ده قبل كده، مثلا زي الاستفسار ده select name course ID from instructor، من instructor ومن teacher، من two tables، من جدولين حقلين، الحقل ده من instructor والحقل ده من teacher. الشرط الكونديشن حقه ان الانستراكتور دوت اي دي يساوي تيتشر دوت اي دي، ده استفسار عادي. طيب الاستفسار ده لما تنفذه بتجيك النتيجة جدول. احنا قلنا اي سلكت لما تعمل لها تنفيذ النتيجة بتكون جدول. الجدول اللي بيطلع من النتيجة دي بيكون جدول من شنو؟ من حقلين عمودين. ليه من حقلين؟ حقلين جو من وين؟ جو من انت عملت سلك ل تو فيلز. الحقل الاول حيكون اسمه نيم، والحقل الثاني حيكون اسمه كورس اي دي. والقيم اللي بتطلع كلها بتطلع هنا، يعني نتيجة بتاعت سلك جدول جديد فيه نيم وفيه كورس اي دي حقلين، وبيكون بالشكل ده. طيب الحقلين ديل نيم وكورس اي دي بيتم تسميتهم في الغاية، يعني يتم اشتقاق اسماء الحقول في النتيجة من اسماء الحقول الموجودة في العلاقة. يعني الجدول ده الجديد اللي طلع ده فيه الاسم نيم وفيه الاسم كورس اي دي، طلعوا من وين الاسمين حق الجدول الجديد اللي طالع في النتيجة؟ طلعوا من اشتقاق، اشتقوا من هنا، من نيم هنا ومن كورس اي دي هنا. لكن ما دائما بنقدر نعمل استغلال للاسماء في السلكت. ليه؟ لاسباب. السبب الاول انه العلاقتين في جدول فروم هنا فروم ممكن يكون اسم الحقل موجود في العلاقتين. مثلا لو انا هنا بدل ما عملت الامر ده مثلا بدل ما عملت select name course id from instructor teaches، ال instructor فيه حقل اسمه id وال teaches فيه حقل id. لو قلت هنا في العلاقة دي قلت select id، select id from instructor teaches، ال id مكتوب بيها دو id، هذا instructor ولا حق teaches. في الحالة دي لازم اوضح انه الحقل اللي انا عايز اعمل له سلكت لو كان اسمه متشابه في الانستراكتور في التيتشز في الاثنين لازم احدد ياته حقل انا قاصد، زي ما هنا ده بحدد بالانستراكتور دوت اي دي. مثلا اقول سلكت انستراكتور دوت اي دي، فنوضح انه الاي دي ده حق الانستراكتور. طيب لو عملت سلكت انستراكتور دوت اي دي كوما teaches dot id، عملت select للاثنين، العلاقة اللي بتنشأ في الغاية دي اللي هي هيكون في id في instructor و id في teaches. فلو كان اسم الحقل متكرر في الجدولين اللي عايز تطلع منهم select relation الجديدة في النتيجة، فبيصبح انك صعب تنشي اسمين متشابهات. حاجة تانية، لو عايز تستخدم تعبير حساب expression في جملة السلكت، فما بتقدر يعني يكون من الصعب فلن يكون اسم الحقل الناتج اسم يعني name،
يستقبل فوق تعديل حسابي. الحاجة الثالثة، إذا كان اسم الحق مشتق من العلاقات الأساسية، أحيانا عايز أغير اسم الحق ما عايز يطلع بنفس الاسم، زي ما شفنا في دروس فاتت عملت حق اسمه AVG_Salary. فSQL بيوفر لنا إعادة تسمية الحقول في العلاقة الموجودة. استخدم الجملة as أو العبارة as عشان أعمل إعادة تسمية. مثلا الأمر ده select name، هنا select name as instructor name. أنا معناه غيرت اسم الحقل name ده، لما نطلع في النتيجة لما select يشتغلوا والجدول الجديد بتاع النتيجة يطلع ما بيظهر فيه هو العمود نيم، وإنما بيظهر في الجدول اسم العمود نيم، حيظهر بالاسم instructor نيم، لأنه أنا قلت له النتيجة النيم ده طلع عليه بالاسم instructor نيم. الكورس اي دي حيطلع زي ما هو. فهنا لما تنشئ الجدول، هنا في الجدول العادي ده select name وكورس اي دي، لما تنفذها زي ما قلنا بيجيك العلاقة فيها جدولين، جدول اسمه نيم وجدول اسمه كورس اي دي، طلع من شنو؟ طلع من هنا. لما تيجي تعمل علاقة زي دي select name as instructor id وكورس اي دي from، كده كده نفس العلاقة اللي قبل غيرنا name as instructor name، فحيطلع لك الجدول الجديد اللي حيطلع هيكون فيه شنو؟ هيكون فيه عمودين، العمود الأول اسمه instructor name ما نيم، والعمود الثاني كورس اي دي. وكده انا قلت للسلكت ان العمود الجديد اللي حيطلع في العلامه الجديده بتاعت النتيجه هيكون اسمه بدل نيم هيكون اسمه انستركتور نيم. ايضا ممكن تغير اسم العلاقه، الجدول نفسه ممكن تغير اسمه، فممكن هنا سلكت تي دوت نيم اس دوت كورس اي دي هنا. طيب الاس والتي كابيتال اس كابيتال دي من وين؟ جو من فروم انستركتور از تي، معناه انت السلك ده حيتعامل حيغير اسم الانستركتور الجدول، طبعا في الامر في التنفيذ بس هيبقى اسمه تي، والتيتشز حيصبح اسمه اس. فهنا حتقول شنو وير، بدل ما تقول وير انستركتور دوت اي دي وتيتشز ايكوال تيتشز دوت اي دي، حتقول وير تي دوت اي دي ايكوال اس دوت اي دي كده. كيف؟ طيب ليه احنا غيرنا اسم الجدول؟ أحد الأسباب عند تسمية العلاقة إنك عايز تستبدل اسم العلاقة الطويل باسم مختصر، بدل ما تكتب instructor تكتب T، بدل ما تكتب teacher تكتب S، فده واحد من أسباب تغيير اسم الجدول. أيضا ممكن تغيير اسم العلاقة لمقارنة مجموعات في نفس العلاقة، مثلا لو عندك استعلام عايز أسماء جميع المعلمين الذين يزيد راتبهم مع مدرس واحد على الأقل في قسم الأحياء بيولوجي، فأحيانا مستحيل تميز مجموعة واحدة عن الأخرى لو ما غيرت تسمية الجدول. فهنا التسمية إجباري تعمل تسمية للريليشن عشان تقدر تتعامل مع أكثر نفس الريليشن أكثر من مرة في نفس السلك. فهنا أنا قلت select distinct عايز الأسماء t.name. طيب t دي شنو؟ هنشوفها هنا في from instructor as t، إذن instructor أنا عايز الأسماء في instructor، وعندي برضو instructor تاني جدول سميته s لأنه عنده 2 instructor، فعشان أميز بيناتهم بين المجموعات بسميهم instructor الأول سميته t، instructor الثاني سميته s، فبقول له إنه المرتب في تي دوت سالري أكبر من المرتب في اس دوت سالري نفس الجدول. آن اس دوت ديبارتمنت إيكوال بايولوجي، زي كده التعبير بتاعي إذا أنا عايز أسمع الأساتذة الذين مرتبون أسماء عن مدرس واحد على الأقل في الأحياء، كده إجباري استخدم إعادة تسمية للعلاقة. هنا ما قدرنا نستخدم instructor.salary
في الأمر ده. يعني أنا لو ما عملت إعادة تسمية، ما عملت انستراكتور اسمه تي وانستراكتور اسمه اس، طيب لما نجي هنا وير، لو خليته انستراكتور قلت select distinct name from instructor where instructor يوصل لي، معني عندي جدولين اسمه instructor، لو ما غيرت اسمه ما بقدر اقول اياته instructor salary اكبر من اياته salary في اياته instructor، فعميز بين الجدولين في instructor استخدمت الكي والاس. اذا هنا ما بتقدر تستخدم instructor dot salary في where، لانه ما بكون واضح لك انت قاصد يا تو جدول من التو انستراكتر، انا عندي جدولين نسختين للانستراكتر وما اعرف قاصد يا تو، لذلك استخدمت الاس والتي للتمييز بين التو ريليشن العلاقتين او الجدولين بين الانستراكتر. فيبقى هنا دي الفكره، انه هنا انا بحتاج التسميه احيانا لانه بتستخدم اسم الجدول أكثر من مرة في نفس السلك، وبالتالي عشان تميز بين الجدولين كل جدول تديه اسم مختلف، وبالتالي تحدد انه التي دوت سالري قاصد الجدول الأول والاس دوت سالري قاصد الجدول الثاني بتاع المستوى. ده باختصار عن إعادة التسمية في السلك. طبعا إعادة التسمية دي ما بتكون في الهارد ديسك زي الجداول اللي بعمل لها كريت تيبل، لا دي أثناء شغل السلك حدد بتصير عندك في الذاكرة.